وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لشداد بن أوس رضي الله عنه: إذا اكتنز الناس الدنانير والدراهم فاكتنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. نعم، هذا الحديث يعد كما دل أوله، يعد كنزا ثمينا من أنفس الكنوز وأثمنها. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لشداد رضي الله عنه: إذا اكتنز الناس الدرهم والدينار فاكتنز هذا الدعاء، يعني يعد كنزا ثمينا من أثمن الكنوز وأنفسها. وقد جمع دعوات عظيمة متنوعة، الشاهد من قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء: وأسألك قلبا سليما، وأسألك قلبا سليما، فيه الدعاء بسؤال الله سلامة القلب. وهذا أيضا فيه أن سلامة القلب لا تكون إلا من الله، ولهذا ينبغي على من أراد لقلبه السلامة أن يكثر من الدعاء، ولا سيما هذه الدعوة الماثورة. ولاحظ جمع بين سلامة القلب وصدق اللسان، قال: أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. وذلك أن هذين العضوين القلب واللسان هما أخطر ما في الإنسان، وكلاهما له تأثير على الجوارح كلها. أما القلب فقد تقدم حديث النعمان: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأما اللسان ففيه الحديث الآخر، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججنا. فأيضا الجوارح تبع لللسان. ولهذا قالوا قديما: المرء بأصغريه، قالوا قديما المرء بأصغريه، يقصدون بأصغريه أي هذين العضوين اللسان والقلب. المرء ليس بجثته ولا بطول قامته ولا بقوة بدنه ولا بضخامة أعضائه وقوة عظامه ولا غير ذلك من الأمور المتعلقة به. المرء بأصغري القلب واللسان، فإذا صلح هذا البدن كله، وإذا فسد هذين الأصغرين أو هذان الأصغران فسد البدن كله. المرء بأصغري أي بقلبه ولسانه صلاحا أو فسادا. نعم. وهو حديث صحيح اشتمل على جماع الخير وأبواب البر وجماع الفضيلة، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد تأكيدا عظيما على العناية بهذا الدعاء والعناية بتحقيق ما فيه من المطالب العظيمة والمقاصد الجليلة، وبخاصة العناية بسلامة القلب، وذلك بتنقيته وتزكيته وتطهيره من كل أمر يسخط الله، ولا سيما الشرك بالله أو الشك في دين الله أو الإصرار على البدع والمعاصي أو نحو ذلك من الآفات التي تعرض للقلوب وتضر بها إضرارا بالغا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب.